bianco tra deserti e città, paura lui non ha. Un vortice che incombe sulla terra è già qua, ma lui ci salverà. Farà. وصل فرحات أصدقائه إلى أراضي سيبيريا ليواجهوا الثقب الأسود التالي، لكن الدوامة أثرت على ذاكرة الجميع، ووصلوا إلى قاعدة عسكرية روسية مليئة بالصواريخ النووية. لحسن حظ المجموعة، عقل ليلى لم يتأثر وقامت بإنقاذ العالم في الثواني الأخيرة. لا لا العجب، أظن أني بدأت أتعلم الطيران جيداً. ربما علي التمرن على الهبوط أكثر. أعتقد أننا بعيدون آلاف الأميال عن القاعدة العسكرية، أظننا سنكون بأمان. التفكير هنا سيكون أسهل، لكن ما يقلقني ليس الجنود بل النامراش. كانت المخاطرة كبيرة، محق علينا أن نحذر. تفكيرك سليم كالعادة. لم تصب عدوى الثقب الأسود أحدا منا إلا هذه المرة، وهذا مقلق. لا تقلق يا بني، تلميذتي البارعة تفوق قدرة عدونا، فلا داعي للقلق أبدا. أجل، لكن خطير جدا أن نعتمد على قدرة شخص واحد، حتى لو كان بالإمكان الاعتماد عليها، ليس آمنا. محق فرحات، وقبل أن أنسى أريد أن أعيد لك هذه، سترفع من معنوياتك فرحات. حسناً، وتستمر المهمة. هاي العقرب الأسود لن يتوقع ما سنفعله، سنريها، ليس كذلك يا رفاق؟ ألا ترغبون بالحيوية والحماس؟ لا، فنحن بحاجة للحيوية في المجموعة. تيلدا، هل يمكنك مساعدتي بالمروحية؟ أرى أن لدينا مشكلة بالمحرك الخلفي. إنها تتصرف بغرابة، علينا أن نفعل شيئاً بما أنه لا يوجد ثقب أسود. أوافقك الرأي، تبدو وكأنها عادت لتصبح فتاة صغيرة. عقروب، كيف سنساعدها؟ يا للعجب، الخيمياء لها عدة أساليب تعكس الزمن العمري. جرعة من الرانسفيل ستفي بالغرض، أو ربما خلاصة السجل. دعني أرى أين وضعتها، أين هي؟ انتظر لحظة، لدي إحساس غريب بأن الموضوع أعقد مما يبدو. لقد تعرضت تيلدا لسحر أسود غامض، ورأينا كيف تعكس طاقة الظلام مفعول الجرعات. هذا يكفي، أريد عودة تيلدا القديمة، الناضجة، المرحة، الذكية، تيلدا سوانسون. بن، أرجوك انصب الخيمة هنا حتى نبدأ بأسرع وقت ممكن. من بعدك، تفضلي. تذكر، لا يمكنك أن تتعجل في العملية. صباح الخير صغيري، أتمنى أنك تمضي وقتا جيدا في هذه الرحلة. لقد واجهنا العديد من المهمات الخطيرة، لا أستطيع الانتظار حتى أخبرك بكل القصص. تيلدا، هل تفتقدين منزلك الأصلي؟ هذا صحيح، أنا أفتقد أبي جدا، أفضل أب في العالم كله، أتعلم ذلك؟ وأمي، لدي أم، أليس كذلك؟ لقد مضى وقت طويل منذ أن رأيتها، أليس كذلك؟ هذا ليس صحيحاً، لقد رأيتها، رأيتها في الغابة السحرية. هل رأيتها عندما كنت تحت تأثير الثقب الأسود؟ لا أعلم ماذا تعني ثقب أسود. أوه أجل، تذكرت الآن، أي ثقب أسود تتحدث عنه؟ وجدت نفسي في مكان مظلم ومهجور، لكن لا أذكر الكثير، فقط الأشجار وأمي. أجل، كانت هناك. نحتاج لمعلومات أكثر، قلت إنك تذكرين بعض الأشجار، لكن كنت ستقولين شيئاً آخر. المصل كاد يجهز، يمكنكم إحضار المريضة.
هيا تلدا. حاضر سيدي فورا. ماذا هناك بن؟ بصراحة هذه الجرعات تثير قلقي. لا داعي للقلق. عقرب، أيمكنك أن تعطيني خلاصة حامض الزهور؟ ولكن لما أحتاج إلى وضع خلاصة حامض الزهور مع الرانسيفيلا؟ إنه يزيد من فعالية زهرة الآلام، سأريك ذلك. حسناً، إن كان هذا ما تريدينه. إنه جاهز لتتقدم تيلدا حتى تشرب منه. ألن يحقنها عقرب؟ هذا ليس ضرورياً، أريد أن تتجنب الألم. طبعاً هذا أفضل، لكن الوخز مصدر أفضل لينتشر بالدم كما علمني أستاذي. أجل، ولكن علاء الدين لم يعاصر وقتنا هذا، وأنت الأستاذ الآن، لذا علينا أن نطور أساليبنا. أوه، أنت تجعلينني سعيداً، إنها تلميذة الفذة فلا داعي للقلق أبداً. أوه لي، أشكرك على تحضيره. ما هو مذاقه؟ جيد، مذاقه جيد جداً. ليلى، هل تذوقتيه من قبل؟ أجل، بالتأكيد فعلت ذلك. إذن بأي نكهة هو؟ فاكهة ما؟ ربما البرتقال. بنكهة الكاتشب. أوه لا، لا أحب الكاتشب، لا أريده. هيا اشربيه. اتركيها. أليس هذا ما أردته؟ دائما تقترحين أن نحتاط، لقد أقنعتني. لكن لا، ألم نتفق على أننا الآن لدي أفكار أخرى. يا للعجب، ماذا يجري؟ لحظة، ماذا علي أن أحضر الغداء هذا اليوم؟ هل أخذت المواصل؟ دعني أمر. كما تشائين. لقد علقت بالحبال. بن، أخرجني من هنا حالاً، أخرجني. هيا أخرجني. اصبروا قليلاً، سأحرركم قريباً، اصبروا. لا أعتمد. أريد أن أخرج حالاً. أخرج. أوه يا لجمالها، أهي غابة سحرية ثانية؟ تيلدا استمعي إلي، أرجوك حاولي التركيز. كنت تقولين إنه عندما كنت في الغابة رأيت والدتك، أتذكرين شيئاً آخر؟ حاولي أن تتذكري. لقد كنا مشغولين مؤخراً، لكن الآن لدينا وقت كافٍ. هيا لنلعب. لا، عليك أن تتذكري. لكن أريد أن ألعب. لا تيلدا، انتظري. توقفوا عن الحركة، سأحاول أن أخرجكم من هنا. توقفوا، لا تتحركوا كثيرا. سنارشكوف، اصبر يا سنارشكوف، اصبر دقيقة واحدة فقط، سأخرجك. إياك أن تستخدم المفك، ستتلف الخيمة. أتذكرين هذا؟ الثقب الأسود. انظر. ناميراج. فرحات، لا أستطيع التنفس، لا أعلم ماذا يحدث لي. تيلدا. ماذا هناك؟ أظننا على الطريق الصحيح. سأجرب. لا تخافي تيلدا، ثقي بي، استلقي. هذه الحروف تمثل كلمة أخرى، شاريمان. أجل، تذكرت الآن، ليلى. أعطني المفك حالاً، أنا مذهب. كما تشعين، كما تشعين، خذي. لا، تراجع ولا تحاول إيقافي، لا تحاول أي شيء. أتلفتم الخيمة. يا للعجب، أخيرا. انتظري. إلى أين تذهب؟ إلى أين يركض الجميع؟ Mm-hmm.
عندما تشربين من هذا ستعودين إلى طبيعتك، أعدك. متأكدة من وعدك هذا أم ستحاولين قتلها للمرة الثالثة؟ تيلدا فاقدة لوعيها، لا يمكنك أن تصدقها، لا يمكنك فرحات. فاقدة للوعي؟ أنا غاضبة جدا، سأتفجر، لا أستطيع أن أصدق ما تفعلينه. أترى فرحات؟ لا تثق بها، فهي تحت تأثير النميراش. لا تضطرب وتصدق ألاعيبها، عليك أن تصدقني أنا. أيتها الأفعى، كيف تجوين؟ خذي تيلدا. هاجمتني، واضح بأنها ليست طبيعية. كفى كذبا ليلى، تراجعي وإياك أن تلمسي تيلدا مجددا، أحذرك. لن أفعل أي شيء، ولكن الدليل أمامك، علينا أن نساعدها. أعطني بعض الوقت وسأحضر لها مصلا آخر. لا تقلق بن، تيلدا بخير، سنعود إلى المخيم. لا، فأنت لم تعودي جزءاً من الفريق. احذر، فلديها سلاح تخبئه في لباسها. لتحاول، ولكن أعدك أنها لن تنجح إن حاولت. لست عدوتك، فكر بما فعلته لأجلك. وما فعلته تيلدا هو الكذب بدافع الغيرة. ستخترع القصص لتفرقنا عن بعضنا. مهمتها أن تبعدك عن قدرك. فأنت يا فرحات، المقدر لك من 7000 سنة أن تحضر اجتماع الخير والشر. يجب أن يكون أحد بقربك وأنت في المهمة، شخص يفهم أهمية ما تفعل. الشخص هو أنا، يجب أن أكون معك في مهمتك. فرحت عليك أن تصدقني، فأنا لا أكذب، لا أكذب. إن كنت سأهجر أصدقائي من أجل تحقيق مجدي، سأتخلى عن مجدي لأجل أصدقائي. لن تفسد هذا علي. ابتعد من هنا. لدي فكرة. ظل، ماذا؟ هل تريد أن أهاجم فتاة؟ فقط امنحها من إطلاق سلاحها. حسناً، إذا كان هذا سهل جداً لن تصيديني. يا للعجب، هل لا يفسر لي أحدكم ما يجري؟ سأفسر لاحقاً، الآن حضر لنا الفلاتيلا حتى نغادر بسرعة، يجب أن نبتعد عن ليلى. ولكن ما قصدك؟ يا للعجب العجاب، عن ماذا تتحدث؟ أهذه مزحة ما؟ ليلى خدعتنا جميعاً وحاولت قتل تيلدا، هجمتنا الآن وتمكننا من الهرب، لا أريد مواجهتها مرة أخرى. أرفض تصديق هذا. ها؟ عقرب محق، من الخطأ أن نتركها هنا، علينا أن نمسك بها ونأخذها إلى أن نكمل رحلتنا. لما تمسكون بها؟ أعدوها حتى نحاكمها بعدل، وهذا هو الخيار الوحيد لكم، فأنا أرفض هذه الاتهامات. ما هذا الهراء الذي تقوله؟ من جعلك تصدق هذه التفاهة؟ بالتأكيد كانت تيلدا. لكن عقرب، ألا تصدق فرحات؟ لا نصدقك، فأنت من يملأ رأسه بهذه الحماقات. أنت أيضاً؟ تيلدا تغار من ليلى، وسيكون مقنعاً جداً أن تكذب لتبدو طيبة بنظر فرحات. لا أتخيل لما قد يكذب أحد بخصوص هذا. أعرفها جيداً أكثر من أي شخص، وأكد لكم أنني وتيلدا نقول الحقيقة، وليلى هي الكاذبة، فهي من هاجمتنا. أم متأكد أنك لم تستفزها؟ ربما اتهمتها خطأً. يكفي، ليلى تشكل تهديداً لنا وللمهمة، توقف عن المماطلة الآن وحضر المصل حتى نخرج من هنا قبل أن تعود. لا يا بني، لن أذهب. وأنا أيضاً لن أغادر، لن أتركها وحدها. عقرب، لم أتخيل هذا يوماً. وداعاً. فرحات، أعطني حافظة الرماد، إنها لي. سنارشكوف، اذهب بأي طريق تريد، لكن لا تعترض طريقي. لا، دعهم الآن. لا أريد مواجهة أصدقائي. لا تقلقا، سنحصل على انتقامنا قريبا. أجل سيدتي. مذهل فعلا، حتى في سيبيريا تمكن من العثور على ابن عم له يساعدنا.
ابن عمي حضر لكما هذا العصير، سيساعدكما على الاسترخاء. تفضلا، سيأخذنا لمنزله في ستوكهولم، محطتنا التالية. سنجد ابن عم آخر لي، سيعيدنا إلى أوكسفورد، لا تقلق. إذن بيل لم يصدق أنني ممسوسة من النمرش، وكان يشك أن ليلى خائنة. ليس من عادتي أن أخدع بسهولة، وخاصة لكل هذا الوقت يجب علي أن أحذر. يبدو أنها كانت تخطط حولك منذ مدة، فلا داعي لتوبيخ نفسك بهذا. لقد قدت الفريق جيدا وأغلقت الثقوب السوداء. أجل، لكن عقروب إنه عدوي الآن، حطم قلبي. عقروب لم يعد طبيعيا، أظن أن هناك شيئا قويا يسيطر عليه، فلقد رأيت مختبر ليلى السري، كان مملوءا بجرعات لم أرها من قبل. تعلمت مهارات عقروب وأصبحت شريرة. عندما نصل لأوكسفورد أريد أن تعود هذه الحروف لمكانها الأصلي، وعندما تعود لمكانها الأصلي أتوقع عندها أن أجد شيئا مثيرا حقا. فرحات، أنا مسرورة أننا عدنا سويا. هذا جيد، يجب أن تبقيا باردين وعديمي الإحساس. شكرا لتوصيلك لنا كل هذه المسافة. شكرا لك يا ابن العم، أقدر معروفك. هل يوجد مكان في العالم ليس لديك فيه أبناء عمومة؟ أجل، في القطب الشمالي، في قمم الجبال، أعماق المحيطات، أي في الأماكن التي يكون فيها البحث عن أبناء العم صعباً جداً. سيكون من الصعب استكشاف الجامعة من دون أن يلاحظنا أحد ما، وسيكون من الحكمة أن نتجنب الآنسة كيهول. أتسميان هذه النظافة؟ إنه متسخ وغير مقبول. لكن نحن لم ندخل بعد. أنهي العمل في الممر وعود إلى هنا فوراً. هناك أثار أقدام على الأرض، أنا لا أريد ذلك أبداً. أريد أن تنظف جيداً حتى في الليل والنهار، لا استثناءات. يبدو لي أن علينا أن نتجنب الآنسة كيهول. كنت أود أن أخبرك كيف، لكن أتمنى أن تكون لديك خطة جيدة. هل لديك؟ وأنا أملك شيء المناسب لها، ظل. وأخيراً عدتم إلى أوكسفورد، من سنقاتل هذه المرة؟ شتت انتباه الآنسة كيهول وأبعدها عنا بينما نلقي نظرة على المكان. هيا. هل رأيت فنًا كهذا؟ فن ماذا يا ظل؟ ما الذي تفعله؟ إنك تضيع وقتنا. كيف لا تقدر الجمال؟ أوه، ما هذه القذارة؟ من يجرؤ على فعل شيء كهذا؟ إنه مجرم بالتأكيد. البعض لا يحترم عمال النظافة. لا يوجد شخص طبيعي يمكنه فعل هذا. لا أعلم، ربما أفراد عصابة يلهون ويتسلون، لكن لا تقلقي يا آنسة، سأنظف المكان في وقت قصير. لا تقلقي أبداً. هذه الصورة من المستحيل أن تنظف، لقد أتلفت للأبد. اطمئني يا آنسة، لدي خرقة تنظيف خاصة تصنع العجائب. ها، أعتقد بأنك شخص متخصص. لم أرك سابقاً، متى بدأت العمل؟ بدأت اليوم العمل، جئت من المنطقة الغربية، أنا من هناك. ماذا؟ أنت لا تبدو غريباً أبداً. لا يهمني من أين أنت، عليك أن تنظف جيداً، هذا ما يهمني. وهنا أيضاً هذه مصيبة. سننظفه الآن. لا، ليس أنتما، أحضر فراس، أقصد فارس، مهما كان اسمه أحضره فوراً. اسمي بن مفتاح. بن
يمكن نبدأ العمل هنا. وأنتما شاهدا كيف ينجز العمل، هيا تعلما منه، إنه بارع حقا. حسناً، والآن عودوا من حيث أتيتم. هناك خطأ ما، إلى أين تتجه الحروف؟ اعمل بجد، هيا نظف نظف. أجل، هكذا يتم العمل، تحرك. لكن هنا، هنا حيث كنت أنت تعيش، ثم أنا، وأخيراً ليلى. الأحرف تتجه نحو هذا الكتاب. لابد أنها مفكرة ليلى. جيد، الألم لم يعد هماً لكما، أنتما غارقان في قلب الظلام. القدر انتظر الأمير 7000 سنة، أولاً ليعود النور، وبعد ذلك ليحل وقت الظلام. إنها تتكلم عنك، والتاريخ المكتوب كان منذ 2 سنين. كان هذا قبل أن تعرفنا، وقبل أن نجمع القطع 7 للشريمان. كم بقيت تنتظرنا؟ عملتما جيداً، لكن هذا ليس كافياً. علي أن أتخلص فوراً من المشاعر وأن أحولها إلى حجارة كما يفعل الثقب الأسود. أترى ماذا يوجد أمامك؟ هناك غابة في منتهى الجمال والروعة، إنها مثال رائعاً على الخير والشر. تعلم ما أريد؟ أجل، لدي المسط المناسب للتخلص من هذا الخير كله. أنت خذ هذا، وتأكد بأن لا شيء سينجو من الدمار هنا. والآن سأكمل المهمة كما خططت لها.